كما التقى اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بالوكالة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وأكد غندور خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية المشكلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظير السوداني عمر البشير. من جانبه أشار اللواء عباس كامل إلى أن هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح.